نروح لبعض الاخبار السريعه. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف يوم الثلاثاء اقامه قرعه كاس افريقيا 2019 تحت 23 سنه اللي هتكون في شهر 11 في مصر من فتره من 8 ل 22 نوفمبر. والقرعه تم تحديد مواجهات الدور الاول من البطوله في 3 اكتوبر الساعه الخامسه. القرعه هتجرى يعني ان شاء الله يوم 3 اكتوبر الساعه الخامسه في مدينه اسكندريه بالتحديد في المنتزه، ومكان طبعا مميز. وبحب قوي اختيار الاماكن المميزه القديمه الاثريه، الكلام ده يعني بيعكس شكل الحضاره المصريه وبيعكس شكل التراث المصري، كل هذه الامور يعني. فاحنا في حاجه لكل الكلام ده. بتشارك في البطوله 8 منتخبات زي ما احنا عارفين، طبعا مصر البلد المضيف، والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب افريقيا وزامبيا، دي المنتخبات اللي هتشارك.